بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في لغط داير من امبارح على السوشيال ميديا بعد مباراه مصر وليبيا، وبعد المردود اللي قدمه محمد صلاح، والمردود اللي قدمه رياض محرز، والهاتريك اللي جابه في منتخب النيجر، والمردود الجيد جدا اللي بيقدمه اشرف حكيمي مع المنتخب المغربي. كل الناس بتقول لك ليه صلاح مع ليفربول مختلف ومع منتخب مصر نسخه نوعا ما جيده ولكنها ليست للمستوى اللي احنا بنتمنى ان احنا نشوفه عليه. يعني امبارح مدحت شلبي عمال يقول له ادينا واحده بقى بتاع مانشستر سيتي، ادينا واحده لابورتو وواحده لبرناردو سيلفا، هات الجون يا ابو صلاح، ويلا يا ابو صلاح احنا مستنيك تكون انت القائد وتكون كابتن ماجد. ودي المشكله اللي بيعاني بيها محمد صلاح في المنتخب المصري، لان احنا دورنا على رياض محرز الناحيه الثانيه في المنتخب الجزائري، ففي حواليه لعيب زي سعيد بالرحمه، في لعيب زي اسلام سليماني، في واحد زي بغداد بنجاح، في اتنين فراوده قادرين ان هم يستغلوا انصاف الفرص، لعيب خبرات زي سفيان فغولي. الناحيه الثانيه في مدير فني على الدكه عاطي لرياض محرز اريحيه ان انت كابتن الفريق وان انت قائد وان انت واحد من اهم عناصر عندي في الفريق. فرياض بيكون مرتاح جدا وهو جاي يستعد للمنتخب المغربي، جاي انا عايز العب كوره زيه زي اشرف حكيمي. اشرف حكيمي برضو في جيل مميز في المنتخب المغربي، احنا ما اتكلمناش على نص الملعب بتاع المنتخب الجزائري اسماعيل بن ناصر وكمان رامز روزيكي، احنا ما اتكلمناش عليهم خالص، احنا بنتكلم بس على اللعيبه الاطراف اللي بيسندوك، اللي هو انت عايز تعمل تشيب ده هيكون موجود، عايز مثلا تلعب واحد على واحد وتلعب باصه سريعه هتلاقي في فراوده يسجلوها، عايز تعدي واحد على واحد وحد يخلالك مساحات هتلاقي في لعيبه فاهماك. ونفس الكلام برضو المنتخب المغربي، لان احنا عارفين كويس قوي ان اشرف حكيمي لعيب مهم جدا بس ليس هو النجم الاول داخل الفريق، لان المنتخب المغربي كله نجوم. في منتخب المغرب اشرف حكيمي واحد من اهم العناصر اللي في المجموعه، لكنه ليس العنصر الاهم في المجموعه، العنصر المنتظر منه ان هو يلعب ضربات الجزاء والفاولات والكورنرات واي حاجه يعملها هو اشرف حكيمي. لا، اشرف حكيمي عنده اريحيه ان انت بتعمل اللي انت عايزه، علشان خاطر برضو في لعيبه مميزه جدا في الشق الهجومي بتسندك، وفي لعيبه مميزه في خط النص بتسندك، وفي عنصر قوي جدا وهو ان انت مش هتشيل الليله كلها. يعني مثلا المنتخب المغربي لا قدر الله بيعمل نتيجه سلبيه او المنتخب الجزائري، رياض محرز هو اشرف حكيمي ما بيلبسوش الليله، عكس عندنا هنا في مصر. بقى عندنا هنا في مصر ابو صلاح هو كابتن ماجد بتاعنا، ابو صلاح هو اللي يلعب الفاول، ابو صلاح اللي يلعب الركنيه، ابو صلاح اللي يلعب الاوت، ابو صلاح اللي يعمل اي حاجه، ابو صلاح اللي هيجيب الجون من نص الملعب وهيعمل الركله الصاروخيه اللي هو ازاي الله اعلم. ده امبارح صلاح يا راجل بيقرر ان هو انا هنزل العب بالفرقه، عطى واحده لعبد الله السعيد اللي هو زي كره ماني في ماتش مانشستر سيتي، بس عبد الله السعيد قال له لو جيت لي من 10 سنين كنت احتمال خدت سبرنت فيها، بس مع الاسف ابو صلاح انت جاي لي وانا مشطط. وعمل كمان واحده تشيب مصطفى محمد، يلا يا مصطفى نسجل، سوري يا ابو صلاح انا مديت رجلي بالغلط، يعني اللي هو طب اعمل لكم ايه يا اولاد المجنونه؟ طب عمر حبيبي باصي باصي يا عمر، باصي يا بابا، عمر مرموش عمال يباصي الناحيه الثانيه، وعمر مرموش هو مسجل هدف، خلاص بقى خلاص يا نجم سيب انت حوار الكابتن ماجد ده، جالك اهو يابا ياسين اللي هيساعدك وهنقعد نلم مع بعض. اللي هو عمر حبيبي ابو صلاح موجود الناحيه الثانيه، لا عمر مرموش بعد ما سجل الجون فضل يلعب لواحد واحد على واحد. طب عمر فين ابو صلاح؟ ابو القائد هناك يا عمر. لا مفيش قائد الكلام ده. لا يقول لك ايه ابو صلاح ما كانش كويس، ابو صلاح بقى بيخاف على رجليه يا جماعه، صلاح اتغير. اللي هو اتغير ايه بس؟ هو في غير اساسا يا اسطى؟ هو في غير الفرده اللي شغاله عندنا؟ فاساسا احنا ما عندناش غير محمد صلاح جوه الملعب اللي احنا بنتسند عليه، ده عكس المنتخب المغربي وعكس المنتخب الجزائري. فرياض محرز واشرف حكيمي عندهم افضليه كبيره جدا في العناصر اللي موجوده في المنتخبات بتاعتهم، عكسنا احنا تماما. ابو صلاح بيعاني مع اللعيبه اللي موجود معاه حاليا، لان صلاح جه في جيل نوعا ما رديء، فصلاح بيعاني مع الجيل ده جدا جدا جدا، واحنا منتظرين من صلاح ان هو يكون كل حاجه في الملعب، ودي حاجه بتكون صعبه وظالمه جدا في نفس الوقت. فانت عزيزي طالع تظلم صلاح ليه؟ معلش يعني بنقول عليه واحد من افضل لعيبه في العالم، بنقول على رياض واحد من افضل اجنحه في العالم، اشرف حكيمي تاني افضل باك يمين في العالم بعد ترند الكسندر ارنولد لم يكن هو الافضل على ترند، فاحنا بنتكلم على ثلاث لعيبه من الافضل في العالم. فالثلاث لعيبه اللي في الافضل في العالم دول المنتخب المغربي بيساعد حكيمي، المنتخب الجزائري بيساعد رياض، المنتخب المصري محتاج حد يساعده يا باشا، واحنا البيئه بتاع المنتخب المصري صعبه جدا وبيئه ما تنفعش انها تكون بيئه كره قدم اساسا. فلما صلاح يقدم مستوى نوعا ما جيد ما تطلعش تقول ان صلاح قصر، لا، لان صلاح بيعاني مع المجموعه، مش لان صلاح بيتكبر علينا ومش عايز يلعب كوره. فهمت يابا التيتا؟ اتمنى فعلا تكون فهمت التيتا دي، ما تغلطش فيا ولا تشتم في الكومنتات ولا تقول ان انا بعرض لحد، عشان هي مش ناقصه اساسا، القناه ما بتكسبش حاجه غير شويه الحاجات والردود اللي الواحد عمال يرد عليهم في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش اعمل ديسلايك، وفي الحالتين انزل اشترك في القناه، عشان معلش اصل عايزين نكمل 8000 حتى.